بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، باسمي وباسم الأطر الإدارية والتربوية والعمالة لمركز تكوين وتقوية قدرات النساء ونادوجي، نفتتح المهرجان الثالث للمجتمع المدني تحت شعار المجتمع المدني دعامة أساسية للقضايا الوطنية. هذا المهرجان هو اعتراف بالدور الفعال الذي يلعبه المجتمع المدني إن على المستوى المحلي أو الوطني في الاقتصاد الاجتماعي وكذلك القضايا الوطنية. كي تتعرفوا أن هذا المهرجان هو جد متنوع، فيه مجموعة من الورشات البيئية وكذلك الصناعة التقليدية، ورشات المجتمع المدني اللي فيها مجموعة من المواضيع، إما الموضوع ديال الاشتغال عبر المقاربات لأن مجموعة من الجمعيات محتاجين إلى المونتاج دو بروجي، وكذلك الموضوع ديال الترافق، بالإضافة إلى أنشطة رياضية. الآن كاين واحد الدوري اللي فيه أبناء ديال السوريين، أبناء ديال الدار الكبيرة، أبناء ديال الخيرية الإسلامية، وأبناء ديال المناطق المهمشة. كاين واحد الجداريات للموضوعات ديالها كلها موضوعات وطنية، كاين ورش بيئي درناه في الدائرة وفي القيادة، كذلك كاين مجموعة من الندوات. والآن بعد هذا الديفيلي غادي يكون وقت توقيع الكتاب بحضور تلة من الأدباء والشعراء. ياك حنا صحاب هضر اخي جمال، هضر ياك لاباس. اجي حنا هيدا ياك، ولا ما هضرتيش غنرجعو هيدا. لا بغيت نقول لك يعني حنا يا خوت. وقول لي اخي جمال، قول لي شنو بغيتي. واقف عليك اخي نور الدين. ايوا ها هو ثقيل وخاوة. انا كنهضر معاك انت كتفلي عليا. لا واقف. قول لي اخي جمال، واقف عليا، قول لي شنو بغيتي، قول لي شنو بغيتي حدا الناس، قول لي اخي. بغيت منك شي فلوس. صافي بغيتي غير الفلوس بشحال وانت لا كتهضر، واخي الذي لم تلده امي في الاخر بغيتي الفلوس. ما عمرش كاع لن تتبدل. نحن رمالها، نحن نخلها، ونحن أهلها. وفضحوا الألاعيب، الأرض ميراث والميراث تاريخ، والتاريخ مكتوب. نقش في عمق الجبال، فنحن الجبال.